السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. في جديد أخبار اللاعبين المحترفين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، وحسب آخر الأخبار فإن نادي آسي ميلان الإيطالي يرى في قطع عارة اللاعب ياسين عدلي، وذلك من أجل الاستفادة من خدماته بداية من شهر جونفي القادم، مع العلم بأن نادي آسي ميلان قام بالتعاقد مع اللاعب ياسين عدلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أنه قام بإعارته لمدة سنة إلى نادي بوردوا الفرنسي. وقد قدم اللاعب ياسين عدلي مساعدة كبيرة خلال النصف الأول من الدوري الفرنسي، أين تألق بشكل لافت للانتباه وخطف الأضواء في المباريات التي شارك فيها حتى الآن، مما جعل اللاعب ياسين عدلي يدخل دائرة اهتمامات أحد أكبر الأندية في أوروبا، ويتعلق الأمر بنادي بايرن ميونخ الألماني، والذي يرى في الاستفادة من خدمات اللاعب مستقبلا. كما يجدر بالذكر بأن نادي آسي ميلان الإيطالي يرى في قطع عارة اللاعب ياسين عدلي بسبب فقدانه لخدمات لاعبي خط الوسط على غرار اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر، وكذلك اللاعب الإيفواري فرانكيسي خلال الفترة الممتدة ما بين 7 جونفي إلى غاية 6 فيفري بسبب مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة. وهو ما جعل نادي آسي ميلان الإيطالي يربط اتصالات رسمية مع نادي بوردو الفرنسي من أجل قطع عارة اللاعب ياسين عدلي والاستفادة من خدماته بداية من شهر جونفي القادم. سلام.